السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو حلوى بالكوفريت والفرماج، حلوى بزاف شابة وبنينة. هاد الكيفية سحقو 250 غرام تاع زبدة طرية، سحقو 4 مغارف كبار تاع سكر غلاس يعني سكر ناعم، سحقو 8 حبات جبن، 8 مغرف كبيرة تاع لافاني، شوية تاع الملح يعني قرصة، ونص كيس تاع خميرة الحلوى والفارينة باش نلمو العجينة. وللتزيين نزينوها كونفيتور، نخلطو معاه العسيلة. نوريلكم كيفاش ديرو. نحطو شوية تاع عسيلة، هذيك العسيله نخلطو معها الكونفيتور، راح ندفيوهم شويه فوق النار باش نرمدو فيهم هذيك الحلوى، ونزيدو من بعد نرمدوها في الكوفريت يكون مفتت. اذا راح نبداو الحاجه الاولى، نحطو مارغارين يعني زبدة 250 غرام، نزيدو عليها 8 حبات تاع الفرماج، نخلطو باليد. تولي كيما لا كريم يعني كومي بوماد هكا كيما الكريمه، تخلطنا مليح. عاد نزيدو السكر، شوفوا كيفاش ولات. درك نزيدو سكر غلاس 4 مغارف كبار، نخلطو هاد الحلوى ما فيهاش البيض. تجي خفيفة بزاف وبزاف بنينة، يبوها الدراري صغار. دونك بعد ما تخلطت كيما راكم تشوفوا، راح نزيدو لافاني والقرصة تاع الملح، نخلطو فقط نص كيس تاع الخميرة كي نكونو نديرو في الفارينة. نبقاو نزيدو في الفارينة بشوي، بعد ما لازم تكونو خلطتو كلش مع بعض، خلطتو مليح عاد نبداو نزيدو في الفارينة. نديرو نص كيس تاع خميرة، كي تكونوا تخدموا فيها تحسوا بلي لاباط تاعها خفيفه وبلي راح تجي الحلوى خفيفه. نديروا نص كيس خميره،
عليها ما تنشفوهاش بزاف، سيو ديروا غير بشويه الفرينه حتى تلقاو العجينه تلمت، بصح ما لازمش تكون ناشفه. هذا غير بالمغرف بعد ما رمينا العجينه بالفرينه ما لازمش نعجنوها، لازم فقط نلموها لانه لاباط تاع الكاطو ما تتعجنش. راح ناخذ شويه العجينه بالفرينة لخاطش لاباط راهي طرية بزاف، صنعو حال البوش دائما كي تبغوا تقصوا مقروطات ما ديروش تميلوش الموساكل، خاطر الا ميلتوه هكا شوفوا كيفاش يجوا دايرين، يعني ما يجوش شابين. دائما كي نبغوا نقطعوا مقروطات نميلوه غير شويه ابين غير شويه هكا، ولا بيديكم شوفوا بعد ما كملنا قطعنا كامل العجينه تاعنا مقروطات راح ندخلوها للكوشه بعد ما تطيب تحمر مليح بالتحت، نشعلوا عليها من فوق غير شويه تحمر ونرمدوها في المعجون مخلط مع الهسيله والكوفريت فتت. بعد ما طابت الحلوه كما راكم تشوفوا انا ذوبت هذاك الكونفيتور مع الهسيله، درتهم فوق النار غير شويه ميم با دقيقه باش تخلطوا مع بعض باش نرمدو فيهم الحلوى وكوفريت يكون فتت. جيبو كوفريت هكا وتفتوه هكا، هذا باش نرمدو فيه لازم تفتوه مليح. واش نديرو؟ نجيبو حبة تاع الحلوى ندهنوها ندهنوها كاع بهاذيك الكونفيتيو مع الحسيلة ونرمدوها
الكوفريت مفتت. بعد ما رمتنا الحلوة تاعنا في الكوفريت، هذه هي النتيجة اللي تحصلوا عليها. الحلوة هذه بزاف خفيفة وبنينة، نتمنى انكم تجربوها، ولا عجبتكم اشتركوا معايا في القناة. حنوريكم قبل حبة كيفاش دايرة من داخل. شوفوا شحال تفتت. إلا عجبتكم هذه الوصفة اشتركوا معايا في القناة وشكرا.